شن طيران التحالف العربي غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثي في محافظة صعدة. وأكد مصدر محلي أن طيران التحالف العربي استهدف موقعا حوثيا في منطقة آل الجعون بمديرية حيدان. وأضاف المصدر أن طيران التحالف شن غارة أخرى على مواقع الميليشيات في منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية، وأربع غارات على مواقعهم في مديرية الظاهر الحدودية. قتل قيادي ميداني من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في غارات لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهدفت مواقع الميليشيا بمحافظة حجة. وقال مصدر عسكري أن مقاتلات التحالف شنت 6 غارات على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مديرية عبس. وذكر المصدر أن الغارات طالت غرفة عمليات لميليشيا الحوثي الإرهابية بمنطقة البداح، مشيرا إلى أن الغارات أسفرت عن مصرع القيادية الحوثية المدعو أبو الكرار وجرح عدد آخرين، إضافة إلى تدمير غرفة العمليات بالكامل. واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة مرتكبة العديد من الجرائم في حق المواطنين. وأكد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي استهدفت بالقذائف المدفعية المناطق السكنية في مديرية التحيتة وشمال منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه. وارتفعت وتيرة القصف العشوائية الذي تشنه ميليشيات الحوثي على محافظة الحديدة بشكل مكثف وعنيف، طال الأحياء المكتظة بالسكان والأسواق العامة ومزارع المواطنين. جددت ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران قصفها المدفعي المكثف على مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في محافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي المتمردة جددت قصفها المدفعي على مصنع إخوان ثابت التجاري والصناعي شرق مدينة الحديدة. وأضافت المصادر أن القصف طال محطة التحلية في المصنع ومصنع المواد الكرتونية، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة فيه. وذكرت المصادر أن القصف أسفر عن سقوط جرحى من عمال المصنع، بالإضافة إلى إلحاق دمار كبير بالمصنع تسبب بتعطل خطوط الإنتاج فيه.